كيف ما كتشوفوا معنا اخوتي، هذا المقام هذا كنسميوه مقام الراست. هذا هو المقام علاش كيغني مولاي احمد الحسني. هذا هو احسن مقام تقدر تغني عليه صراحه. هو واعر، تيجيك لا في الصوت ديالك، كيجيك حتى الصوت ديالك شي يعجبك في هذا المقام. انا بعدا شي يعجبني نخدم على هذا المقام، مقام واعر. هذا اخوتي هو مقام الراست، كنحسبوا واحد جوج ثلاثه. هنايا كتحطي يدك على هذا الربع، هذا ماشي هنايا. كنا شرحنا لكم مقام السابق، كتحط هنايا وهنا وهنا ياك. دابا لا، كتجي كتحط هنايا واحد جوج ثلاثة، وكتحط يدك على الكورد دوزيام هنايا على الصول، كتحطو هنايا وكتجي كتحسب عاوتاني أربعة خمسة، كتحط على خمسة خمسة ستة سبعة. هذا هو مقام الراست. المقام الاساسي ديال الراست هو هذا. شوفوا شي دويز كنيت اللي نخدموا عليه ديال مولاي احمد الحسني. مثلا اخوتي نخدموا هذا بلاد صار صافر وكاب الدمار، خلى ومنتو بلا خاطر ومشى بلا رجوع. البلاد صار صافر وكاب الدمار، خلى ومنتو بلا خاطر ومشى بلا رجوع. يدا البحر الدا سفر بالليل وكان ضو القمر في الموج كيبان، وصفر طويل وطاح على الموجة والليل وحزن. سفر بالليل وكان ضو القمر في الموج كيبان، وصفر طويل وطاح على الموجة والليل وحزن. ودا البحر الدا تقدر دير لها بحال ودا يعني كضرب بروميان خاوي. هاد النوطه هادي كتعطيك هادي خاويه. والجواب ديال هاد المقام اخوتي كيجي هنايا، ما كيجيش هنا، حيت الجواب ديال دوزيام هنايا في الجيتار يعني على ريسول ريسول، كتعطيك الجواب ديالو هنايا بحال صافا. كنجيو للمقام الراس دابا، كنجاوبو هنايا. كنتمنى اخوتي تكونوا هادشي فهمتوه مزيان. المهم اخوتي، الدويسك اللي غنيت لكم دابا شويه صعيب، ولكن المهم نحاولوا نخدموه صافي. كنجيو لهنا البلاد نصرى، كتجي لنا البلاد نصرى صافر وكاب الدموع، ولا كتقدر تضربها خاوي بحال هكا. المهم حاول الصبع اللي كنحط انا هنايا هما اللي تحطو، يعني كتحط الثالث هذا كتحطو هنايا. بلاد نصرى البلاد نصرى البلاد، هذا غير كتخطفو كتجيبو لنا البلاد مصر صافر وكاب الدموع، كتهز كتعاود تحط وترد هنايا. البلاد مصر صافر وكاب الدموع، سهلة الدري. البلاد مصر، هنا قلت لكم غير كتخطف نوطة واحدة وكدوز. البلاد مصر صافر وكاب الدموع، هادي الدراري كيغنيو بها. رفيت لي شرحت لكم هاد الدرس هذا، هادي راه مهمه بزاف في الجيتار. المهم اخوتي هنايا البلاد مصر صافر وكاب الدموع، كتوصل هنايا كتهز يدك كضرب على الكورد وكضرب كاتريام. هاد الكاتريام هذا هو اللي يعمر لك يعاونك. واخا البلاد مصر صافر وكاب الدموع، شدوا الريتم بهذا. البلاد مصر صافر وكاب الدموع، خلى منتو هنا كضرب
كتعاود تحط وكتجي لهادي خلوني نتوب لخاطر. يمكن لك تحط يدك هنا ولكن تجي شويه مريضه. المهم هنا خليكم بحالك، تعلموها بحال الطريقه اللي غنوريكم هنا. خلوني نتوب لخاطر ومشى بلا رجوع. شلون اش درتي هكا هنا كتجي لهنا عاد كترجع لهنا وكتسالي هنا كطريان. خلوني نتوب لخاطر ومشى بلا رجوع. خلوني نتوب لخاطر ومشى بلا رجوع. ملي كتحطي يدك هنا كتجي لهنا وكتعاود ترجع لهنا. الدراري هانتوما عقلوا عليها مزيان. هنا 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 كنعاودو نجيو لهنا، ما كنحطوش يدينا هنا، كنجيو هنا كنعاودو نحطو هنا، كنجيو هنا كنجيو هنا. هادو هما لي نوط لي كاينين فيها. يعني خلوني نتو بلا خاطر ومشى بلا رجوع. كتجي لهنا خلوني نتو بلا خاطر ومشى بلا رجوع. كاتريام كنجيو لهاد النوطه الثالثه اخوتي، هي الدا البحر الدا هنايا. والدا البحر الدا كتجي كتحط هنايا على السبعه. والدا البحر الدا كتختمها هنايا. والدا البحر الدا والدا البحر الدا البحر دا. السفر بالليل وكان ضوء القمر لما وجهي كيبان. بقات لنا هادي سفر قد بحال هكا ديك. خلوني نتو بلا خاطر ومشى بلا رجوع. وتا البحر دا الكلام الرابع هذا. سفر بالليل سفر بالليل وكان كتقطع بالي. سافر بالليل وكان ضوء القمر في الموج كيبان. وسفر طويل وطاح للموجة ولا عنده حزن. سافر بالليل وكان ضوء يعني كتجي هنا. سافر بالليل وكان عقلوا على النوطه الدراري. سافر بالليل سافر بالليل هنا كتقول سافر بالليل بالليل كتجيبها هنا. سافر بالليل وكان هنايا ماشي هنا. المهم هذا نتوما راه غتكونوا ما دايرينش هذا الربع هذا، يعني دير هنايا تيلا كنتي حاط الربع حط على يدك هادي، ما كنتيش حاطها تحط عادي هنايا. سافر بالليل وكان كان وكترجع كان ضو القمر في المج يعني كتجي طالع. كان ضو القمر في المج وكتنقز ما كتعاودش ترجع لنا، تتحط هنا وكتحبس هنايا. سافر بالليل سافر بالليل وكان ضوء القمر في الموج كيبان. وسفر طويل وطاح للموجة. المهم كتعاود تردها غير نيت. سافر بالليل وكان ضوء القمر في الموج كيبان. وسفر طويل وطاح للموجة ولا الحزان. هنا كتختم ديك النوطة ديال الحزان. سافر بالليل وكان ضوء القمر ولا الحزن. ودا كترجع النوطه اللي وريتكم قبيله. ودا البحر دا البلاد نصر. صافي اخوتي هذا هو الديسك، يمشي كامل بحال هكا يعني كيتبدلوا فيه غير الكلمات. والسولويات اخوتي يمكن لك كيف ما قلت لك تقدر تدخل غير هنا وتبدا تخربق تجيب السولو ديالك. المهم الدراري عندي التليفون بلان ميموار عامره، والمشكله هي انني تنمحي لي فيديو كنمحي كاع لي زابليكاسيون اللي عندي وتيعطوني الميموار بلان. يعني التليفون عندي حمق ومريض، واحد التليفون غير قاضين به غرض اخوتي. المهم الدراري
الا كنتو عجبكم هذا الفيديو هذا وبغيت نخدم لكم شي سولو نيت على هذا، نحاول ندير لكم فيديو عاوتاني على هذا المقام هذا، نعلمكم فيه غير شي سولو خفيف باش تدخلوا مع الديسك هذا، باش يعني تعلموا ديسك كامل مكمل. المهم اخوتي كنتمنى تكونوا فهمتوا كلشي وسمحوا لنا على هذه الزربه هذه. هذه الزربه هذا الكار زربت عليكم في هذا الديسك، انا عارف هذا البلان هذا، ولكن اخوتي هضرونا التليفون عندي بلان. تهلاو اخوتي.